مرحبا فيكم حبايبي. اليوم رح نعمل وصفة جديدة بمطبخي، مطبخ فيفيان، وصفة شاورما الإكسترا. بيلزمنا كيلو صدر دجاج مقطع بهذا الشكل رفيع، بيلزمنا نص معلقة كركم، معلقة كاري صغيرة، نص معلقة سبع بهار، معلقة ثوم مطحون، معلقة ملح، ربع معلقة هال ربع، ونقطة ملح الليمون، او في عندكم ليمون فيكم تعصره، وفي عندي ماجي معلقة صغيرة، وكاسة زيت وكاسة لبن. هلأ بدنا نحط التوابل: الكركم، كاري، بهار، ماجي، نقطة ملح الليمون، هال، ملح، وثوم، وكوب من الزيت، وكوب من اللبن. هلأ بدنا نخلطه. إذا حبيتوا بتريحوها قبل بنهار أو قبل بساعة ساعتين من الصبح للظهر، كل ما ارتاحت كل ما تشربت تطلع أطيب. هاي المرحلة الأولى، فيكم تقلوها على الغاز نص قلية وبترجعوا بتحطوها بالفرن. بدي اقليها هلا شوي، انا نص قلية، بعدين حطها بالفرن. طبعا اول شي بدها ترتاح. ما ننسى المرحلة التانية، في عنا مايونيز وفي عنا جبنة الاشقوان. وهلا حطيتها، بدي اقليها نص قلية على الغاز، ما تشوفوا الزيت كتير لانه بيلزمني بعدين بالمرحلة، بآخر مرحلة. منضل نقليها لبين ما تستوي نص استواء. كل شوي طبعا من حركة. لسه بدها شوي كمان، خلي يصير هيك مثل هالأبيض. وهي الشاورما استوت نص استواء، هلا بدي فضيها بالبيريكس وحطها بالفرن. وهلا بدي فضي بالبيريكس. هلا بحطها بالفرن من تحت الشغل، بس تستوي اخر شي بشعل من فوق. تقريبا بتاخد شي 35 دقيقة بالفرن. وشوفوا هاي الشاورما صارت جاهزة عندي، 5 دقايق بس تشعلوها من فوق مو اكتر. وهلا حبايبي بدنا نعمل الشاورما الاكسترا. منحط مايونيز، تحبوا مايونيز تحبوا كريم توم. راح نحط الجبن الأشقوان، وراح نحط شاورما. هلا في عنا طريقتين للف. أول طريقة راح نعمل هيك وهيك من الجوانب، ونسكر هيك ومن هون. اهم شي بالشاورما الاكسترا، شوفوا شو راح نعمل. عندي زيت الشاورما، راح احط هيك وهيك واحطه اقليه على الغاز.
شوفوا كيف هلا هيك عم بقليه على الغاز، عم ساسه. هلا بدنا نعمل طريقة لف الشاورما الثانية. بنحط كمان مايونيز مثل ما قلتلكم او كريم الثوم، راح نحط جبن الاشقوان، وراح نحط شاورما بشكل طولي. وبدنا نلفها، ناخذ هيك لفة صغيرة من هون ولفة صغيرة من هون. كبرت شوي الخبزة، شلنا منها. هاي صارت ساندويتشة كمان من لتها بزيت الشاورما، ومنحطها على الغاز كأنكن عم تاكلوها بالمطعم، ولا أطيب من هيك. وهلا حبايبي بعد ما خلصنا سقسقت، رح نقسمها سخن شوي. شوفوا كيف صارت وجبة جاهزة عنا، فيكن تضيفوا لها المخلل شو بتحبوا بتضيفوا. وهي تاني وجبة كمان صارت جاهزة، قسمناها بالنص. وصحتين وهنا، وان شاء الله تعجبكم طريقتي، طريقة شاورما الاكسترا.